وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه لـ80 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات بإجمالي 2000 من رؤوس الماشية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 7 مليارات جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، وذلك لتربية وتسمين ما يزيد عن 462 ألف رأس ماشية. وإلى ذلك وجهت وزارة الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئات العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها.